الاحتراف هي داخلي وخارجي، يعني بتصحى الساعة 9 بتعمل تدريبات الساعة 10 بيبقى يوم كامل نظام احتراف. دي المنطقة اللي بنفرش فيها أرضية بقى في أي تراك بيبقى في بدايته. بص 3 2 1 بص اهلا وسهلا وسهلا، سبقت فلقت في الزحمة، لو جات على معدنا فسحها، لو جات على العيدة فرقحها، مش بسمع العالي من تلات ترباحها فبمنع وداني من اربع ترباحها، مش هبلع مش بشبع بضطر اربحها، الناس دي بتشوفني تقول احمد السقة مش سحمة دلقة، انا بحلق للحلوة عشان بحلم بالاحلى، الاولى تحس بعدم الاهتمام وتحسب بقى مين ابتدى الساعة كام، تعمل سيرش في القديم وتزود البنزين وتسخف الكلام، وانا كده كده مان عالكنبة متابع الماتش، بشرب الساقع مش سامع الراتش، صوتها بيعلى بحاول مغلطش، بعدين طب حبيبي عشان ما تعصبش، بص ده مش للنورميز بطل تذكرني، انزل السوق مش هتعرف تذكرني، الناس بتحبني الميديا بتشكرني، باشا كل عيش ما تركزش مع فرني، باشا كل لقمة وفكك من ذوقنا، انا قاعد مع قوقة بنتناقش في الهدنة، دوس على الشوكنة الموسم من بكرة في كابوسك زي سبيس تون بقوا العدنة، عدنا ايه انزل بالخطة التانية، احدف الكلمة برامية، احدف الكلمة الكلمة الحامية، ايه بص فرصة واحدة مفيش غيرها، انا لوحدي بميت فرقة، اما اللعبة تقفلها بيبقى صعب تمثلها، بص فرصة واحدة مفيش غيرها، بيقولوا الصورة بميت كلمة، سنة كلمة بميت صورة والصورة بميت فلتر، وو كده عندنا حفلة في كندا ايه دي برجل الشمال، الفلو ده جديد بنوع، تراك مني لوحده اكيد بيجوع، مفيش احترام ليك انا مكوع، فيش نظام سيبه يتسوح، فيش جديد لسه انا مروق، تيست عالي انا بدوق، لبس غالي مع انسيال ولو هي فايقه انا مفوق، ايه بص ايه الكلام رسوني، بادئ بطبخه هجومي، ايه وو بطل فبيبر كولي، يلا انت في الحلومي، ايه وو فصلت انا ببرودي، يمكن ده عيب في سلوكي، ايه وو تيجي تفاصلي في سوقي، كده انت مش هتفوتي، هرجع للفلو الاساسي اللي انا برتاح جوا منه، اظبط لي التيمبو في اللعبه، لو دوست على ستوب بركنكو في التيكه، اما باخد الشوت شفشنكو، يا عم استنى مين هيحاسب عالكلام ده، تراكي في المناصه بينزل بالسمنه، بنزل بالمظله وبجري عالخندق، زي فريق تعبان بيلعب سله، لعبتك باينه بس محدش بيعلق، لو تحقد عليا وانا بحصد الغله هناولك كان معايا كتير في الحله، يا عم ثانيه انزل بالخطه التانيه، احدف الكلمه براميه، احدف الكلمه الكلمه الحاميه، ايه بص فرصه واحده مفيش غيرها، انا لوحدي بميت فرقه، اما اللعبه تقفلها بيبقى صعب تمثلها، فرصه واحده مفيش غيرها، بيقولوا الصوره بميت كلمه، سنة كلمه بميت صوره وانت الصوره بميت فلتر، وو كده يلا هتسافر يوم كذا الساعة كذا.